طيب الاهلي مظلوم جدا يا احمد. الاهلي يعني سوري الاهلي اقول ايه، بس انا اصل امبارح هو الاهلي بيتظلم يا جدعان. الاهلي امبارح كان بالنسبه لناس كتيره من اول امبارح الحقيقه، من بعد مباراه الاهلي والانتاج وفوز النادي الاهلي 3-2 في الدقيقه 95 والدنيا مولعه مولعه. تخيل حضرتك ان انا في ناس بتكلمني ما بيشجعوش الاهلي يعني بيكلموني بيقولوا لي يا عم بقى خفوا علينا شويه، سيبوا لنا حاجه سيبوا لنا حاجه. طب انا اعملها ازاي؟ اسيب حاجه دي اعملها ازاي؟ لو انتوا تعرفوا حد يقول لي يا ريت. يعني تعرف تسيب حاجه لحد يا لا طبعا، بس انا هقول لحضرتك على حاجه يعني وشريف داخل مثلا ولا حد داخل يحطها بره ما يحطهاش جوه. هو الماتش كان صعب عليهم. انت 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 يعني عيش كده لايف سايكل بتاع اللي هو بيفكروا بالتفكير ده. انت خلاص الاهلي هيخسر، هيخسر 3 نقط يعني الدوري رايح لينا. ده كده هم تفكيرهم كده خلاص الدوري. انت عارف يعني ايه تخسر 3 نقط؟ فعلا انت لو كنت خسرت كان بيبقى بتقل شويه فرصه الفوز بالدوري 3 نقط. بعدين اقل حاجه ممكن يقول لك ايه ده الاهلي هيتعادل هيخسر نقطتين حلو برضو. المشكله ان الاهلي كسب بالنسبه لهم. فده بالنسبه له اللايف سايكل اللي هم عاشوه. المشكله ان انت حلموا بكده، فانت مع الاهلي ما ينفعش تحلم الا بعد نهايه الصفاره. ايوه صفاره الحكم بعدها تحلم، لكن ما تحلمش قبل نهايه الصفاره، لان الاهلي دايما مميز بالباص 90. شوف طبعا لدرجه ان الاهلي ما بيتظلمش. لا الاهلي بيتظلم طبعا. يعني هل الاهلي هقول لحضرتك حاجه غريبه جدا، الاهلي السنه دي في الدوري ليه 9 ضربات جزاء صحيحه لم تحتسب. لا 9 ما تهزرش بقى يا احمد. 9 ازاي؟ 9 ضربات اوريها لحضرتك. بص 9 9 ضربات جزاء صحيحه لم تحتسب وخمس اهداف صحيحه، خمس اهداف صحيحه لغاها بوجود الفار. يعني لو جبت لي الصور دي والحاجات دي هعمل لك انت بتشرب ايه نسكافيه؟ هعمل لك شاي بدل نسكافيه. ليه ده مش تعالى هم موجودين معايا؟ 6 نقط واضحين، 3 قدام بيراميدز جون بتاع ووتر بواليا و3 قدام البنك الاهلي في الدور. انا هتعامل ان انا انا هتعامل ان انا ما بشجعش الاهلي. اول ماتش نبدا واحده واحده. يعني انت معاك يعني معايا بجد والله. يعني انت هتفرج الناس دلوقتي 9 ضربات على 9 ضربات جزاء اتظلم النادي الاهلي فيهم؟ 9 ضربات جزاء وخمس بجد ولا بتهزر؟ اه والله. طب يلا فرجنا. اول حاجه ان نبدا بمباراه المقاولين العرب. الاهلي والمقاولين العرب الماتش ده خلص 3-2 لصالح الاهلي. ايوه تمام. ده اول حاجه. الماتش ده كان لينا ضربتين جزاء فيه. دي لمسه يد على مدافع المقاولين العرب. دي اول ضربه جزاء. كان الحكم في المباراه دي محمود ناجي. وحكم الفار كان جهاد جريشه. تمام. دي اول واحده. خش في الصوره الحاله الثانيه، دي ضربه جزاء طبعا اعاقه واضحه جدا على حمدي فتحي لم تحتسب. ده برده في نفس المباراه. حكم المباراه كان مين؟ كان محمود ناجي وحكم الفار جهاد جريشه. نخش في الحاله الثالثه، دي طبعا ضربه جزاء كلنا عارفينها قدام بيراميدز لمحمد شريف عرقله من بقدم احمد سامي. ثلاثة. مين الحكم فيها؟ جهاد جريشه وحكم الفار كان طارق مجدي. طارق مجدي يعني نركز كده مع الاسماء بتاعه الحكام، طارق مجدي ومحمود دسوقي. تمام. نبص بعد كده على الاهلي وطلائع الجيش. ديت الايه؟ اللي هي الرابعه. محمود البنا الحكم ضربة جزاء طبعا لمسة يد واضحة على مدافع طلائع الجيش وكل خبراء التحكيم أكدوا إن هي ضربة جزاء. ده واضحة هي مش محتاجة. وحكم الفار وائل فرحان. نخش بعد كده على ضربة الجزاء الخامسة، ضربة جزاء بتاعة ماتش الزمالك رامي ربيعة اللي إحنا كلنا شفناها بعد المباراة. كان الحكم أمين عمر وحكم الفار كان محمود عاشور. أوكي. نخش في اللي بعدها. كده خمسة. كده خمسة، دي الستة. الأهلي والبنك الأهلي ضربة جزاء لمحمد مجدي قفشة لمسة يد برضو على المدافع، كان الحكم محمد سلامة وحكم الفار عمرو الشناوي. نخش في السبعة. تمام. ده ماتش الأهلي ووادي دجلة، ده خلص 0-0. أحمد الغندور كان الحكم، ضربة جزاء طبعا لصالح أحمد رمضان بيكهام وحكم الفار كان حسام عزب. خش في اللي بعدها، دي ضربة الجزاء اللي هي بتاعت دي التامنة لمحمد هاني طبعا في قدام غزل المحله. الماتش ده اللي خسرنا فيه كان محمد معروف الحكم وحكم الفار سيد شعبان. خش في التاسعه، دي الماتش الاخير، كانت ضربه جزاء لمروان في مباراه الاهلي والانتاج الحربي الاخيره. طبعا دي كل خبراء التحكيم يعني دي لعبه الراس ديت احتكاك، يقول لك احتكاك عادي احتكاك. طب ما انت لو بره بره منطقه الجزاء هتحسبها فاول. هنا لعيب خرج يعني يعني ايه نزل دم من راسه وفيها تهور واضح من المدافع مستني عشان تحسب ضرب. 9 ضربات جزاء للنادي الاهلي. هو الاهلي بيتظلم يا جماعه؟ ادي الاهلي اهو. هو مش عشان احنا بناخد الدوري احنا اكتر نادي في الدوري بنتظلم. ايوه تحكيمية. عشان انت حضرتك ساكت وما كناش بنتكلم الفتره اللي فاتت، ولكن يعني فضل كيل بصراحه. يعني الناس الحقيقه دايما يقعد يقول لك ايه من امبارح، انا بقول لك من اول امبارح الناس ما بتعملش حاجه غير انها تقول لك الاهلي ده جبروت.
الاهلي ده يسيبوا لنا حق يا جماعه، نسيب لكم حاجه ازاي؟ انا برضو نقطه